إذا تصلب قلبي تعالى إلي بعزف من الأناشيد، وإذا أعمت الشهوة عقلي في الوهم والغبار، تعالى إلي بالروح القدس والنار. عطاياك لا متناهية ويدايا صغيرة، اسكب اسكب فسوف تفنى الأجيال ويبقى في يدي فرح. يا من تعمدت في ماء الأردن عمدنا بالروح القدس لأن محبة المسيح تحثنا. هذا جمع للأخوة وللأخوة، فما أجمل أن يجتمع الإخوة معا. أصحاب الغبطة، أصحاب السيادة، الآباء الأجلاء، الأخوات الراهبات، إخوتنا المؤمنين، ليضئ نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. في مساء للنور كهذا جئنا معا لنصلي أولا للروح القدس المعزي، روح الحق الذي يجمعنا. في مساء النور هذا نشكر مع أنوار محبتكم نور سات التي تحرص كما في كل عام على تنظيم لقاء الإخوة للصلاة من أجل وحدة المسيحيين. شكراً لهذه المؤسسة المسكونية الرائدة التي حرصت منذ سنوات على أن تقوم بهذه المبادرة، حيث تتجلى الوحدة في المحبة، والمحبة في التلاقي، والتلاقي أن نكون واحداً في محبة المسيح التي تحثنا. والشكر الكبير لمجلس رؤساء الكنائس في وطننا الأردن الذي باركته السماء، فاعتمد الأردن
ببركات الأردن النهر والحدث الخلاصي الثالوثي، فنفاخر به وطنا للأمن والأمان يريده حبيبنا وقائدنا عبد الله الثاني الأول بين ملوك الكون، وطنا آمنا، وطنا للأمان وللوئام والوحدة. شكرا للمجلس، مجلس الكنائس، رؤساء الكنائس الذي يجسد إرادة اللقاء في السير معا. وفي لقاء القداسة هذا نجتمع عند شربل قديس لبنان والكنيسة، في هذه الكنيسة التي تفتح أبوابها لنا لأن محبة المسيح تحثنا. في مار شربل هذه الكنيسة لسنا يا صاحب السيادة، لسنا الضيوف، عندما يكون الروح القدس هو رب المنزل. سيادة المطران موسى الحاج راعي الأبرشية المارونية في الأردن والقدس والجليل، في كلمته الترحيبية فليتفضل. صاحب الغبطة الكلية الطوبة، أصحاب السيادة والسماحة السامي احترامهم، مونسيور روبرتو رابريزنتانتي دل سوا اشيلنسا انوسو ابوستوليكو ان جوردانيا ان العراق، أصحاب المعالي والسعادة وحضرة الفعاليات الاجتماعية والأمنية المحترمة، رئيسة وأعضاء تليلوميار الذين ينقلون مشكورين هذه الصلاة المسكونية، الشوكة، الكشاف والمنظمين، أخواتي، إخوتي، ونسيت الكهنة والرهبان والرهبات المحترمين والمحترمات. أرحب بكم اليوم باسم أخوي كاهنة الرعية المونسنيور نبيه الترس الذي اضطر للتغيب بسبب وعكة صحية أصابت الوالدة، ونرجو لها الشفاء عاجلاً، وأخي الأب سامر. وفي ظل القديس شربل شفيع هذه الرعية والذي تأتون إليه أنتم ومن كل العالم بفضل حياته ومعجزاته التي يجريها الرب على يده، وهو كما سائر القديسين أكبر شاهد وعامل للوحدة التي تتجلى في كل الزائرين والحجاج، مسيحيين وغير مسيحيين، يقصدون ضريحه للتبرك وطلب النعم من الله عن يده. لقاؤنا اليوم هو للصلاة معا من أجل وحدتنا التي ننشدها منذ أكثر من 100 سنة، حيث تجتمع الكنائس للصلاة من أجل وحدتها، أي وحدة المسيحيين، تبدأ في 18/1 يناير كانون الثاني تذكار قيام كرسي مار بطرس في روما، وتختتم في 25 من هذا الشهر تذكار ارتداد القديس بولس على طريق دمشق. وشعار صلاتنا لهذه السنة هو محبة المسيح تحثنا على المصالحة. اليوم وفي مثل هذا اليوم من كل سنة نلتقي حول كلمة الرب التي تجمع وتوحد وتقدس، تلك الكلمة التي تعطي الحياة والخلاص. قبل موته صلى يسوع المسيح من أجل تلاميذه كي يكونوا واحدا، ونحن خلفاء الرسل نصلي مع المؤمنين
من أجل أن نبقى واحداً كما طلب منا ذلك الرب يسوع. نعم، يسوع يدعونا إلى تكثيف المساحات والساحات للتلاقي والحوار من أجل إيجاد صيغ لتذليل المعوقات والعراقيل والتوافق على بعض التفاسير اللغوية ولتوضيح معاني بعض التعابير اللاهوتية. يدعونا الرب للصلاة من أجل العودة إلى تعاليمه وحياته لكي نكتشف من جديد حبه الإلهي الذي يفتح فكرنا وقلبنا على الحقائق الإلهية. يدعونا للعودة إلى الذات والتوبة والابتعاد عن التشدد والتعصب والتمسك بأفكارنا وقبول فكر الآخر. إن الوحدة ليست هي الغاية والهدف، إنما هي الشهادة الصحيحة والواضحة على أخوة الرب يسوع لإخوته للبشر. تلك الوحدة هي التعبير الأسمى عن التضامن والتعاضد الإنسان الإنساني والإله الإنساني. يدعونا الرب للتقرب منه ومن بعضنا البعض من أجل نشر المحبة والأخوة. يدعونا إلى المصالحة مع الله والآخر ومع ذاتنا لكي نعيش الرحمة ونحققها. نعم، يدعونا الرب إلى وليمته كي ننشر كلمة الحق ونعلن الخلاص الذي قدمه لنا بموته وقيامته. لقد أوكل إلينا بأن نحمل بأمانة وديعة الإيمان وننقل البشرى السارة إلى كل العالم. يدعونا أيضاً وأخيراً إلى صحوة فكرية ولاهوتية كي نلتقي حول الجوهر والأساس، متخلين عن مواقف الجدل والاعتراف بأن الجميع لم يسعوا فعلياً للتقارب وتخطي الصراعات والبحث عن القواسم المشتركة وإيجاد بعض المخارج اللاهوتية والرعوية. فلنتذكر ما يقوله الرسول يوحنا في إنجيله: ليكونوا واحداً كما أن الآب في وأنا في الآب. ما كنتم شعباً من قبل، وأما اليوم فأنتم شعب الله. كنتم لا تنالون رحمة الله، أما الآن فنلتموها، يقول القديس بطرس في رسالته الأولى. المحبة التي تجمعنا اليوم هي التي تكلم عنها المسيح، توحد، أما الخطيئة فتقسم. ولذلك فإن كان هناك انقسام فلأن الخطيئة دخلت فينا، والمسيح يصلي من أجل أن ترفع هذه الخطيئة، وعلينا أن نتوب للرب ونعود إلى الحب. كيف اختلفنا وعلى ماذا اختلفنا؟ أفي اللاهوت والناسوت، في سلطة الكنيسة أم في فهمنا لأسرار الثالوث الأقدس والكنيسة وكل ما هو سر المسيحية؟ وطبعا هناك تباين في الأفكار والأراء، ويجب أن نتحاور فعلا، وبخاصة منذ المجمع المسكون الثاني حيث انفتحت الكنيسة الكاثوليكية على الكنائس الشقيقة ومدت يدها إلى الجميع، وكانت الكنائس البروتستانتية والأرثوذكسية قد سبقت الكنيسة الكاثوليكية في إعلان أسبوع الوحدة والصلاة من أجل الوحدة. تلاقينا جميعا مسيحيين من كل الكنائس، وتعاهدنا على الحوار وإزالة أسباب كل الخلافات على مستوى الفكر والعقيدة. ولكن هذا العمل الفكري لا يكفي، يبقى عمل القلب. وإذا كان القلب مسكونا بالحب تصبح أمور الفكر أسهل، وضوء الله ينيرها والذين يعملون فيها. مسؤوليتنا كبيرة أيها الأحباء، أن نكون من أهل المحبة والغفران والتسامح واحترام الآخر والسعي إلى فهم ما يقول وما يفكر، لندرك كيف أننا أخطأنا تجاه بعضنا البعض وكيف نعود فنلملم الصفوف. نحمد الله على كل ما حصل في الكنيسة، فمنذ 100 سنة إلى الآن لم يعد هناك من انقسامات في الكنيسة، وهذا أمر عظيم بعد أن كانت حصلت هزات كبيرة كل 500 عام، بدأت في القرون 4 والـ5 والـ6، ثم سنة 1054 بين الكنيستين
الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية، ومنذ 500 عام مع إخواتنا البروتستانت أو الإصلاحيين الذين هذه السنة يتذكرون 500 سنة على هذا الانقسام. وأود هنا أن أشير إلى أن البابا فرانسيس شارك في احتفال للكنيسة اللوثرية في السويد مع رئيسها الموجود معنا سيادة المطران منيب، ليؤكد أنه يحمل محبة المسيح وليقول إننا إخوة لبعضنا البعض، ولو كنا على خلاف حول بعض القضايا وحول بعض الأسرار، ولكننا نبقى إخوة وسنبقى إخوة ونتوحد. نحن قادرون على التفاهم بنعمة الله، لأننا من دونه لا يمكننا أن نعمل شيئاً، فالله مع كنيسته، ولهذا يصبح المستحيل ممكناً، فتعود الوحدة إلى المسيحيين جميعاً، والصلاة مهمة في هذا الشأن. لهذا أتينا نصلي ونعمل من أجل الوحدة، والرب يقول في الإنجيل: من لا يجمع معي فهو يفرق. أرحب بكم جميعاً باسم الكهنة وأبناء هذه الرعية المباركين، ونطلب من الرب البركات من السماء كي تصبح الوحدة حقيقية تنعكس على حياتنا الروحية والرعوية والاجتماعية. وشكرا. ما بين عمان، هذه المدينة، فيلادلفيا، مدينة الحب الأخوي، وما بين مدينة السلام القدس، علاقة حب ووحدة. من القدس ومن جوار القبر الفارغ المعطي الحياة، من مدينة الآلام والقيامة، ومن جوار علية العنصرة، حيث حلول الروح القدس على الكنيسة الأولى، بل من أم الكنائس وكرسي مار يعقوب التي تجسد حضوراً متصلاً كان وسيبقى إلى دهر الداهرين. نستمع إلى كلمة رئيس مجلس رؤساء الكنائس صاحب الغبطة كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة، الذي يصر مع إخوته البطاركة والأساقفة في الأردن أن يكونوا لنا المثال والقدوة في الحب والعمل معاً، لنكون مكملين إلى واحد. كلمة غبطته يلقيها نيابة عنه قدس الأرشمندريت ميلاتيوس بصل. أحبائنا في الرب، نبعث إليكم من جوار قبر الفداء والخلاص بالبركة والدعاء، وأنتم تجتمعون على أرض الأردن، أرض المعمودية، في أسبوع الصلاة من أجل الوحدة لهذا العام الذي يأتي تحت عنوان: لأن محبة المسيح تحفنا. لقد بات هذا اللقاء واحداً من لقاءات نرى فيها سلوكاً في فرائض الرب الإله وحفظاً لأحكامه والعمل بها. نلتقي اليوم كمعمدين باسم الآب والابن والروح القدس، وكمؤمنين بإله واحد، لنبتهل إلى الروح القدس أن يغير قلوبنا ويؤهلنا أن نكون سفراء للمصالحة، كما جاء الكلمة المتجسد والابن الوحيد ليصالح العالم مع الله الآب. إننا جميعاً بحاجة للصلاة من أجل أن تسود المحبة والوحدة بيننا،
وأن تمتلئ قلوبنا بالمحبة، وأن ينزع الرب إلهنا ما فيها من غرور وكراهية، وأن تهدم كل الجدران التي أقمناها فعزلتنا عن بعضنا البعض، وأن ندعو لقلوبنا وأفكارنا ليكون فيها النقاء والمحبة. تلتقون للصلاة من أجل الوحدة بين الإخوة الذين ينبغي أن تربط المحبة بين قلوبهم لتكون كنائسنا ملتقى للحقيقة والحب والسلام، فنتمم عمل الله الخالق على هذه الأرض ونخدم البشرية. وأسألكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا قولاً واحداً، وأن لا يكون بيننا شقاق، فلتكونوا ملتئمين بفكر واحد ورأي واحد. لنصلي أولاً إلى الملك السماوي المعزي الروح القدس، روح الحق الحاضر في كل مكان والواهب الحياة، أن يلقي فينا جميعاً كليروساً وعلمانيين المحبة والعطف. لنصلي أيها الإخوة وأيها الأحبة من أجل جميع الساعين إلى السلام، فإنهم أبناء الله يدعون. لنصلي إلى الرب إلهنا أن يؤهلنا أن ننشر السلام والعدالة في مجتمعاتنا، وأن نمد يد المحبة لكل المعوزين. صلوا من أجل بلادنا ومن أجل وطننا ومن أجل وطننا الأردن المبارك، ومن أجل مليكنا المفدى، ومن أجل كل ذي سلطة ومنصب، فإن ذلك حسن ومرضي لدى الله مخلصنا. صلوا من أجل أن يدوم في وطننا وأرضنا المقدسة هذه الأمن والأمان. ولا ننسى أن نصلي من أجل منطقتنا، من أجل الوجود المسيحي فيها، في هذه الظروف التي نواجه فيها القلق والتحديات في الحضور والوجود والبقاء بسبب غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني. صلوا بخاصة من أجل الشهداء الذين قدموا أرواحهم قربانا على مذبح الوطن. أيها الأساقف الأجلاء، أباؤنا الكهنة العلمانيين المحبوبين في الرب يسوع، نحدد لكم الدعاء ونرفع يد الابتهال لأن يرسل الرب الإله سلامه إلى قلوبنا وقلوبكم وأفكارنا وأفكاركم، داعين من أجل أن يمنحنا نحن عبيده ذلك السلام الذي يعطيه للعالم. آمين. قبل أن نبدأ بالصلاة، لا يفوتني ونحن في أجواء الوحدة وفي بيت مارشربل أن نرحب بضيفين من إخوتنا المسلمين الذين يصرون معنا على أن يجدد معا المحبة والإيمان بالوحدة. أهلا وسهلا. بسم الله أبو والابن روح القدس الإله الواحد أمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وسركة روح القدس لتكون مع جميعكم. أيها الإخوة والأخوات، أحبائنا في الرب يسوع، يحيي المسيحيون والكنيسة في هذا العام ذكرى المصالحة. يذكرنا القديس بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس أن الله الذي صالحنا بنفسه بيسوع المسيح أعطانا خدمة المصالحة، يطلب إلينا أن نسعى إليها
بكل قوانا. نصلي هذا العام مع مسيحي دول العالم على أمل أن ننال المصالحة ونسهم فيها باتحادنا الروحي مع الله أولاً، وباتحادنا مع جميع الإخوة والأخوات المتطلعين للمصالحة والمصلين من أجل تحقيقها. بنعمة الروح القدس الحي فينا، هدية الآب عبر ابنه يسوع المسيح، ليفتح السيد المسيح قلوبنا وأذاننا لنصغي إلى صوته بالمسيح ربنا، آمين. على مر التاريخ شهدت الكنيسة العديد من حركات التجدد، والتي تحتاج إلى تحولات عميقة تجاه رأس الكنيسة يسوع المسيح. بعض هذه الحركات وبدون قصد قادت إلى انقسامات، وهذا ما كان قد أشار إليه القديس يوحنا: أنا فيهم وأنت فيهم، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. لنعترف بخطايانا ونطلب المغفرة والشفاء لجراحنا التي خلفها الانقسام، وحالما نذكر هذه الخطايا سنرى بالنتيجة أنها هي الجدار الذي قسمنا وعزلنا عن بعضنا بعض. لنصلي: أيها الآب السماوي، نأتي إليك باسم يسوع المسيح متجددين بالروح القدس، ونحن ما زلنا نبني جدرانا تعزلنا وتقسمنا، جدرانا تعيق اتحادنا وتواصلنا. إننا إذ نضع بين يديك الحجارة التي ننصب فيها جدران عزلتنا، لنتضرع إليك أن تغفر لنا وأن تشفينا. آمين. جنود الأشرار خلصنا، نحن عبيدا كلنا فيك، نرجو رحمتك ليس لنا أيضا. سامحنا وسامح أمواتنا، غفران الذنوب ارحمنا، قريسون قريا ليسون قريا ليسون، يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا.
بعد الصلاة الربية سوف نشترك جميعا في الاعتراف بخطايانا، بهذه الآثام التي هي عبارة عن حجارة في جدار العزلة، في جدار الفرقة. لكل حجر رمزية مماثلة لبناء الجدار. سيتقدم الآن حاملي صخرة الغفران بعد لحظات الصمت ويرددون: اغفر لنا خطايانا واغفر لمن أخطأ إلينا. واحد من الحجارة في جدارنا هو الافتقار للحب. يحثنا حب المسيح لطالب الغفران كلما فشلنا في المحبة إلى الرب نطلب: واغفر لنا خطايانا واغفر لمن أخطأ إلينا. الحجر التالي في جدار عزلتنا هو الاتهام بالباطل. يحثنا حب المسيح على طلب المغفرة عن خطيئة اتهام أحدنا الآخر بالباطل، إلى الرب نطلب: واغفر لنا خطايانا واغفر لمن أخطأ علينا. يحثنا حب المسيح على طلب الصفح والغفران عن غرورنا وممارستنا لكافة أشكال التمييز أحدنا ضد الآخر، إلى الرب نطلب: واغفر لنا خطايانا واغفر لمن أخطأ إلينا. والحب يخدم
والحب يخدم لا يتكبر. اللهم حب ينبوع المحبة، الكون لا يحيا إلا بالمحبة. فالحب يخدم والحب يصبر والحب يخدم لا يتكبر. الحجر التالي هو الاضطهاد. يحثنا حب المسيح على عدم الاضطهاد والإساءة لبعضنا البعض. إلى الرب نطلب: واغفر لنا خطايانا واغفر لمن أخطأ إلينا. اللامبالاة والقطيعة هي حجرنا التالي. يحثنا حب المسيح على طلب الغفران بسبب إدامة القطيعة واللامبالاة في كنائسنا. إلى الرب نطلب: واغفر لنا خطايانا واغفر لمن أخطأ إلينا. والحجر التالي هو التعصب. أيها الرب إلهنا، باسم يسوع المسيح وبمحبته اغفر لنا تعصبنا الديني وتزمتنا الفكري في هذا الزمن. إلى الرب نطلب: واغفر لنا خطايانا واغفر لمن أخطأ إلينا. ومن الحجارة التي تبني جدار عزلتنا التفرقة. يحثنا حب المسيح على طلب الغفران إلا أننا نعيش حياتنا كمسيحيين متفرقين بل وتائهين ومبتعدين عن رسالتنا الأساسية في شفاء الخليقة. إلى الرب نطلب: واغفر لنا خطايانا واغفر لمن أخطأ إلينا. سوء استغلال القوة والسلطة هي حجرنا التالي. تحثنا محبة يسوع المسيح أن نطلب الرحمة والغفران على سوء استغلالنا للقوة والنفوذ. إلى الرب نطلب: واغفر لنا خطايانا واغفر لمن أخطأ إلينا. والحجر التالي هو العزلة. بمحبة يسوع المسيح اغفر لنا يا إلهنا العظيم كل الأوقات التي عشنا فيها بعزلة عن إخوتنا المسيحيين وعن مجتمعاتنا التي نعيش فيها. إلى الرب نطلب: واغفر لنا خطايانا واغفر لمن أخطأ إلينا. والحجر التالي هو الكبرياء. إلهنا العظيم، اغفر لنا بمحبة يسوع المسيح كبريائنا. إلى الرب نطلب: واغفر لنا خطايانا واغفر لمن أخطأ إلينا. لنصلي: أيها الرب إلهنا، بالنظر إلى هذا الجدار الذي بنيناه بخطايانا والذي بات يفصلنا عنك وعن بعضنا بعضا،
نتضرع إليك أن تغفر لنا خطايانا وأن تعيننا على أن ننتصر على جدران الفصل والعزل وأن نعيش متحدين بك. آمين. آمين. الآن بعد هذا الجدار العازل الذي نحن بنيناه بكبريائنا، بتفرقتنا، بعزلتنا، بلا مبالاتنا، بالقطيعة، الآن رؤساء الكنائس السادة الأجلاء يتقدمون أمام الجدار حاملين صليب المغفرة لكي يحطموا جدار الفرقة. قد شاءت ألوه قد شاءت حي القلوب قد شاءت نصلي. لنصلي. أيها الإله الأزلي القدير، يا من تجمع ولا تفرق وتحفظ ما جمعته، انظر برضا إلى خراف القطيع الذين قدسهم عماد واحد، وليسدهم كمال الإيمان، وليضمهم رباط المحبة، بربنا وإلهنا يسوع المسيح
ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس وإلى دهر الداهرين. آمين. القراءة الأولى من سفر حزقيال النبي. وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاستكم ومن كل أصنامكم أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. كلام الرب. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. لأن محبة المسيح تحصرنا، إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد قام لأجل الجميع، فالجميع إذن ماتوا، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. إذن نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي إن الله كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه.
غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالحة. إذن نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. كلام الرب. وقوف. هللويا هللويا هللويا. الحكمة فلنستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. ولروحك أيضا فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. فلنصغي لك يا رب المجد لك. وقال إنسان كان له ابنا فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى قرى بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك القرى، فابتدى يحتاج. فمضى والتصق بواحد من أهل تلك القرى فأرسلوا لحقول ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد وجرائك. فقام وجاء إلى أبي، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن ورقد ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرج الحلة الأولى والبسوا، واجعلوا خاتما في يدي وحذاء في رجلي،
وقدموا العجل المسمن واذبحوا فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاشا وكان ضالا فوجدا. فابتدوا يفرحون حقا. صاحب الغبطة البطريرك فؤاد الأطوال، صاحب النيافة سيادة المطران موسى الحاج، آبائي أصحاب النيافة المطارنة الأجلاء وآبائي الكهنة وإخوتي الشمامسة، إخوتنا الراهبات، أبناء الكنيسة، جماعة المؤمنين المحبين لله الذين أتوا في هذا المساء المبارك لكيما يلتقوا به بمسيح كنيستنا المجاهد على الأرض، وهو يلتقي بنا ونخرج من هذه البيعة الطاهرة ونحن ممتلئين من نعمه الإلهية. صعب أن أقف وأتكلم في وجود كوكبة من كواكب كنائسنا، صاحب الغبطة والآباء المطرنة والكهنة الأجلاء، وأنا أصغر من فيهم قيمة ومقدارا، ولكن على قدر معرفتي البسيطة سمح لي ببعض الدقائق أن أقف أمام حضراتكم لكي ما أخذ هذه البركة. جزء من هذه الدقائق في الترتيلة نرتلها معاً التي بين أيدي حضراتكم، وهي مع موضوع لقائنا الليلة، محبة المسيح تحثنا أو محبة المسيح تحصرنا. ومن خلال كلمات هذه الترنيمة أقضي مع حضراتكم بقية الدقائق القليلة. اخترنا هذه الترتيلة لأن أبناء الكنيسة يعرفونها تمام المعرفة، ونستمتع بترنيمها ونقدمها لمسيحنا القدوس. شكراً لله الذي يقودنا، هو الذي يقود الكنيسة في كل مكان. شكراً لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين، كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين. شكراً لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين، كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين. إذ نسعى عنه كسفراء كأن الله يعز بنا لكي يكون ولا نكتفى من كل نعمة نعمة وغنى. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرة
خسراتي كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين أطلب الرب ما دام يوجد أدعوه دوما فهو قريب يعطي المعي المعي قدرة لعديم القوة يكسر شدة شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين يقودك الرب على الدوام يشبع في الجد بنفسك ينشط لك عظامك فتصير كجنة جنات ريا شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين. البيت الأول إذ نسعى عنه كسفراء كأن الله يعز بنا. هذه الآية من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الإصحاح الخامس كما سمعناها في القراءة الثانية قبل قليل. نسعى عنه كسفراء كأن الله يعز بنا. نسعى عن السيد المسيح له المجد كسفراء، أي أن الكتاب المقدس يحدد دور كل منا ويقول أنت سفير وأنت سفيرة. نسعى عنه كسفراء عن سيدنا وملكنا الذي أحبنا إلى المنتهى، ربنا وفدينا ومخلصنا يسوع المسيح. أنت سفير، دورك في الحياة أنك سفير عن المسيح. دوري في الحياة أنا سفير عن المسيح. دورك في الحياة أنت سفيرة عن المسيح. هذا كلام الكتاب المقدس. كأن الله يعظ بنا، سفير وعظة في نفس الوقت. السفير دائما له وطن يعود إليه ويعيش في غربة في أماكن متعددة. هكذا نحن لسنا من هذا العالم، موطننا الأصلي هو السماء. نحن سيأتي وقت ويعود كل سفراء المسيح إلى الموطن الأصلي ملكوت السماوات. السفير يحمل سمات وصفات بلاده، ونحن نحمل سمات وصفات ملكوت السماوات. السفير يحمل سمات وصفات من أرسله، والآية تقول نحن نسعى عنه، عن السيد المسيح. فهل نحن نعيش كمسيحيين على هذه الأرض كسفراء؟ نحمل سمات وصفات الذي أرسلنا وخلقنا واختارنا؟ هل حضراتكم قد خلقتم مسيحيين لأن الأب والأم كانوا مسيحيين ولأن الجد والجدة كانوا مسيحيين؟ كلا، يقول الكتاب المقدس قد اخترتكم وميزتكم من بين الشعوب لتكونوا لي، كونوا قديسين كما أني أنا قدوس أيضا. لماذا اختارنا لهذا الدور؟ سفير عن المسيح.
أيضا السفير لا يغيب عن فكره أو عن بصره أو عن عقله دستور موطنه الأصلي، ونحن دستور حياتنا هو كتابنا المقدس. فهل نحن نعيش بدستور حياتنا كسفراء، نسعى عنه كسفراء؟ لن نستطيع أن نكمل الآية لأن الله كأن الله يعز بنا إن لم نكن نحيا الكتاب المقدس، نحيا الكتاب المقدس. ليس هذا الدور فقط، بل أن هناك آية في سفر الأمثال كتبها سليمان الحكيم في الإصحاح 13 حينما قال السفير الأمين شفاء، السفير الأمين شفاء. فهل كل منا شفاء للآخرين؟ هذه الآيات أيها الأحباء سنسأل عنها أمام الله، سنسأل عنها أمام الله. السفير الأمين شفاء. قبل التجسد الإلهي الذي عشناه واحتفلنا به قبل أيام، قبل التجسد الإلهي كان يقال للإنسان أنت تراب وإلى تراب تعود. أما بعد التجسد الإلهي صار يقال للإنسان أنت سماء وإلى السماء تعود. كيف يعود الإنسان إلى السماء بعد أن يقوم بدوره في الأرض سفيراً عظة كأن الله يعظ بنا؟ وهذا ما قاله السيد المسيح بفمه الطاهر له المجد حينما قال أنتم نور العالم. في البداية قال أنا نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، ثم عاد وقال وأنتم نور العالم، وقال أنتم ملح الأرض. هذا هو الدور الذي نقوم به كسفراء عن المسيح. أنت أيها الإنسان سماء وإلى سماء تعود. الرب يعطينا كلنا النعمة والبركة والقوة لكيما يقوم كل منا بدوره في هذه الحياة، أن نسعى عنه كسفراء، وأن يكون كل منا عظة صامتة أمام الجميع، كل من يتعامل معهم في أي مكان، وأن يعيش مع أخيه الإنسان بالمحبة وقبول الآخر بصرف النظر عن دينه أو لونه أو جنسه. هذا تعليم السيد المسيح له المجد. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيستي من الآن وإلى الأبد، آمين. المحبة ترسخ وحدتنا، والركن الأساس في وحدتنا هو إيماننا الواحد. دستور إيماننا، قانون إيماننا، الإيمان بالواحد الأحد وبالثالوث الأقدس. سنتلو معاً بقلب واحد ولسان واحد قانون إيماننا، نعلنه معاً، ويقودنا في تلاوة هذا الإعلان الأب فراس حجازين من حراسة الأرض المقدسة. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كانت كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتنس
وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء من بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق عن الآب، تأجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين. إلهنا وأبانا في السماوات، لقد سمعنا كلامك بالمسيح يسوع إلهنا بقوة الروح القدس، غير قلوبنا التي هي من حجر، وامنح أن نكون سفراء مصالحة، وأن نوحد كنيستنا، هبنا أن نكون أدوات تغيير لما فيه خير وسلام هذا العالم. أبانا السماوي، يا من أرسلت ابنك الوحيد لتصالح العالم معك، نصلي إليك من أجل الذين ذهبوا إلى العالم ليبشروا بكلمتك بقوة الروح القدس. نشكرك يا إلهنا القدير لأن عملك مع هؤلاء قد أثمر، وكان نتاج صلواتهم وعملهم أن اجتمع الجميع بمحبتك. نشكرك على كل من يعمل باسمك ولأجل اسمك، وليجعلنا روحك القدوس يا الله متعطشين وجائعين للوحدة بك ومعك. سيتلو الآن ممثلو شبيبات الكنائس المتعددة في المملكة طلبات متعددة، بعد أن يأخذ كل واحد منهم شمعة من الشموع الثلاثة، وعندما يتلو الطلبة يرفع الشمعة لكي يظهر أن هذه الطلبة هي من أجل النور، من أجل الاستنارة. نصلي من أجل كنائسنا أن تمتلئ بالحقيقة والسلام، وأن يعم النقاء قلوبنا، إلى الرب نطلب. الله محبة، الله نور، الله حياتنا. دعونا نطلب. يا إلهنا الخالق، يا من خلقتنا على صورتك ومثالك وصالحتنا بالمسيح يسوع ربنا ابنك الوحيد، انظر بعطفك إلى عائلاتنا الإنسانية، وانزع الغرور والكراهية التي تؤثر في قلوبنا، واهدم جدران الفصل التي تعزلنا بعضنا عن البعض، وحدنا برابطة المحبة حتى في ضعفنا، ساعدنا أن نتمم هدفك وعملك في الأرض لتخدمك البشرية جمعاء بانسجام وتآخي حول عرشك العظيم، إلى الرب نطلب. الله محبة، الله نور، الله حياتنا. نصلي لعودة التائهين، ومن أجل إصلاح أي إخفاقات
نالت منا، ومن أجل أن تعم فينا قوة الحق ووحدة كنيستنا إلى الرب نطلب. الله محبة، الله نور، الله حياتنا. أيها الروح القدس واهب الحياة، لقد خلقنا لنكون متحدين معك ولنتشارك هذه الحياة مع إخواننا وأخواتنا. أيقظ فينا المحبة والعطف، إلى الرب نطلب. الله محبة، الله نور، الله حياتنا. أيها الرب إلهنا، امنحنا القوة والشجاعة لنعمل على نشر العدالة من حولنا، وامنح السلام لعائلاتنا. ساعدنا أن نمنح الراحة والخدمة للمرضى ولمن هم على فراش الموت، إلى الرب نطلب. الله محبة، الله نور، الله حياتنا. أيها الرب إلهنا، هبنا أن نشارك ما نملك مع المعوزين، ونصلي من أجل تغيير كل قلوب البشر لما فيه الخير والسلام، إلى الرب نطلب. الله محبة، الله نور، الله حياتنا. نصلي من أجل مليكنا وحكامنا الأنقياء، أن يكون زماننا في ظلهم آمناً مستقراً، إلى الرب نطلب. الله محبة، الله نور، الله حياتنا. نصلي لأرواح الشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل أن تدوم علينا نعمة الأمن والأمان، إلى الرب نطلب. الله محبة، الله نور، الله حياتنا. الآن يقودنا في صلاة أبانا سعادة القائم بأعمال القصادة الرسولية في عمان المونسنيور روبرتو، نتلو أبانا معا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أجل يا رب، نجنا من جميع الشرور، تعطف وامنح السلامة في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطية، لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. الإخوة والأخوات، لنتبادل سلام المسيح. سلام الله
احفظ قلوبكم وافكاركم بالمسيح يسوع. السلام لكم جميعا انتم الذين بالمسيح. طوبى للسعينا الى السلام. صلي إن الشمعة المضاءة هي مثال إنساني بحت، فهي تمثل الدفء والأمان والاتحاد. بالحقيقة هي ترمز للمسيح نور العالم. اللهم إننا نصلي طالبين أن تملأ قلوبنا نوراً ورحمة، وأن تمنحنا دائماً الإيمان الحي. امنحنا أن نكون سفراء المسيح على الأرض، وأن نحمل نوره وسط ظلام العالم. خذوا نور المسيح وانشروه بين الأمم. كونوا سفراء المسيح للخلاص والمصالحة حتى يعم السلام العالم. آمين. نصلي الآن الصلاة من أجل الوحدة، ويقودنا في الصلاة سيادة المطران موسى الحاج. لنقف ونصلي معا. أيها الرب يسوع، يا من في ليلة إقبالك على الموت من أجلنا صليت ليكون تلاميذك بأجمعهم واحدا كما أن الآب فيك وأنت فيه، اجعلنا نشعر بعدم أمانتنا ونتألم لانقسامنا. أعطنا صدقاً فنعرف حقيقتنا، وشجاعة فنطرح عنا ما يكمن فينا من لا مبالاة وريبة ومن عداء متبادل. امنحنا يا رب أن نجتمع كلنا فيك فتسعد قلوبنا وأفواهنا بلا انقطاع. صلاتك من أجل وحدة المسيحيين كما تريدها أنت وبالسبل التي تريد، ولنجد فيك يا أيها المحبة الكاملة الطريق الذي يقود إلى الوحدة في الطاعة لمحبتك وحقك. باركنا وازرع محبتك في قلوبنا، وحدنا تحت مظلة صليبك. آمين. اللهم مصدر الأشواق المقدسة والمشورات السديدة والأعمال الصالحة، امنح عبيدك ذاك السلام الذي لا يستطيع العالم إعطاءه، حتى إذا خضعت قلوبنا لوصاياك وزال عنا خوف الأعداء تجعل حمايتك أيامنا راقعة في السلام بالمسيح ربنا. آمين. الأخوات والإخوة، أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لهذا العام هو أسبوع غير عادي، ويسعد المسيحيون
بأنه كان في العام الماضي إنجاز على طريق الوحدة المسيحية في الحادي والثلاثين من شهر تشرين أول أكتوبر 2016 كان هناك حدث مسكوني وحدوي كبير عظيم، إذ عقد اجتماع لأول مرة في الذكرى المئوية الخامسة لحركة الإصلاح، وجرى الإعلان إعلان مشترك ما بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة اللوثرية في السويد في كاتدرائية لند، حيث التقى رأسا الكنيستين الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا فرانسيس مع رئيس الاتحاد اللوثري العالمي الموجود بيننا والذي أتى خصيصا من القدس من المدينة المقدسة ليكون معنا في هذه الاحتفالية الوحدوية. رئيس الاتحاد اللوثري العالمي هو سيادة المطران منيب يونان رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، الذي رقي إلى الدرجة الأسقفية في عام 1998. في العام 2010 انتخب هذا المطران العربي الفلسطيني انتخب رئيسا للاتحاد اللوثري العالمي ليرأس ما يقارب 90 مليون لوثري منتشرين في العالم، وقد كان هو الذي رافق قداسة البابا فرانسيس في هذا الإنجاز الوحدوي المسكوني الذي يجب أن لا نغفله، فهو خطوة مهمة ومباركة على طريق الوحدة. سيادة المطران منيب، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تبقى معكم وتستمر فيكم من الآن وإلى الأبد، آمين. صاحب الغبطة، أصحاب السيادة والنيافة، صاحب الفضيلة، أيها الآباء والقساوسة الأجلاء، أيتها الراهبات، أيها الإخوة والأخوات الأحباء في الرب يسوع المسيح، بدء ذي بدء أود أن أشكركم وأشكر نورسات الأردن لدعوتي إلى هذا الاحتفال المسكوني بيوم الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. إن دعوتكم لي ما هي إلا تأكيد بالتزامنا في كنائس الأردن وإصرارنا على مسيرة الوحدة المسيحية، فالوحدة هي ليست نشاطاً كنسياً ولا صلاة مشتركة مرة واحدة في كل عام ولا ظهوراً خارجياً فحسب، إنما هو جزء لا يتجزأ من الكرازة المسيحية ومن كينونة الكنيسة في العالم المعاصر وفي شهادتها
في مجتمع متعدد الأديان والثقافات، وأبارك هذه اللفتة الكريمة، وأعدكم بأنه طالما منحني الله نفساً وحياةً سأستمر في العمل الدؤوب في كنيسة المشرق العربي من أجل الوحدة المسيحية، وسأقوم بذلك كمطران عربي لا بالكلام واللسان بل بالعمل والحق، لأن الوحدة هي شهادتنا الحية في هذا المشرق العربي. 50 عاماً مرت على الحوار بين الكنيستين الشقيقتين الكاثوليكية واللوثرية، ونشطت هذه الحوارات سنة بعد سنة بعد الفاتيكان الثاني، وتحاور الاتحاد اللوثري العالمي مع الفاتيكان لنجد معاً قوة المسيح في الكنيسة الأخرى، وحققنا الكثير في حوارنا الجدي البناء، فاستطعنا في عيد الإصلاح عام 1999 أن يوقع الفاتيكان والاتحاد اللوثري العالمي بياناً مشتركاً حول عقيدة التبرير بالإيمان، تلك العقيدة التي اختلفنا في تفسيرها قبل 500 عام. واعتبر المصلح مارتن لوثر ومصلحون آخرون عقيدة تبرير الخطأ أنها البند الأول والرئيس والمرشد والحكم فوق جميع أجزاء العقيدة المسيحية، ولذا أصبحت هذه العقيدة موضوع دراسات مستفيضة قام بها لاهوتيون بشكل فردي وعدد من الحوارات المحلية والإقليمية والعالمية. واتفقنا معاً ككاثوليك ولوثريين بالنعمة وحدها بالإيمان بعمل المسيح الخلاصي وليس بسبب أي استحقاق فينا، قبلنا الله وأعطانا الروح القدس الذي يجدد قلوبنا ويدعونا للأعمال الصالحة. وإن رسالة التبرير بالإيمان تعلمنا بوضعنا خطام، فإن حياتنا الجديدة مدينة فقط للرحمة التي تغفر وتجدد والتي يمنحنا إياها الله كعطية نتلقاها بالإيمان ولا يمكن أن نستحقها بأي وسيلة. وعندما انتخبتني الكنائس اللوثرية رئيساً للاتحاد اللوثري العالمي وقمت مع وفد بزيارة قداسة البابا بنديكت 16، فحملت إليه رسالة ألا وهي: هل نستطيع يا قداسة البابا أن نظهر وحدتنا في ذكرى 500 عام للإصلاح؟ فتحمس قداسته وقال: نعم، علينا أن نظهر زخم العمل اللاهوتي بين كنيستينا، وسأحضر هذه الذكرى لتكون هذه إشارة لوحدتنا ليؤمن العالم. وقامت لجنتنا الكاثوليكية اللوثرية الدولية على الحوار مدة 3 أعوام إثر هذا اللقاء لتخرج بوثيقة مسكونية تحيي ذكرى الإصلاح المشترك اللوثري والكاثوليكي عام 2017. وشرحت هذه الوثيقة الإصلاح والنقاط المختلف عليها من وجهة نظر كاثوليكية ولوثرية، وخطت نقاط الوفاق والوئام بين الكنيستين. لذلك دعيت هذه الوثيقة من النزاع إلى الشركة التي ترجمناها إلى اللغة العربية. وتخلص هذه الوثيقة للتأكد بأن ما يجمعنا ككنائس مسيحية هو سر المعمودية المقدسة، فالكنيسة هي جسد المسيح، ولأن ثمة مسيحاً واحداً فله إذن جسد واحد، وبالمعمودية المقدسة يصبح البشر أعضاء في هذا الجسد،
ويعلم المجمع الفاتيكاني الثاني أن الذين اعتمدوا ويؤمنون بالمسيح قد تبرروا بالإيمان في المعمودية، وهم أعضاء في جسد المسيح، ويحق لهم أن يسموا مسيحيين، ويحق أن يعترف بهم أبناء الكنيسة الكاثوليكية إخوة في الرب. ونعلم نحن اللوثريين أيضاً الأمر ذاته عن إخواننا الكاثوليك والأرثوذكس وغيرهم من الكنائس، من اعتمدوا على اسم المسيح هم إخوة وأخوات لنا في المعمودية في يسوع المسيح. ولأن الكاثوليك واللوثريين ينتمون إلى الجسد الواحد، فإنهم يناضلون ضد انقسامها عن بعضها بعضاً، ومن أجل كنيسة جامعة بحق وحقيقة. ولهذا النضال جانبان: الاعتراف بما هو مشترك ويجمعها معاً، والاعتراف بما يفرق. الأول يدعو إلى العرفان بالجميل والفرح، والثاني هو مصدر ألم وحزن. ولذا لجأنا إلى كلمات بولس الرسول مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. فمنذ عامين دار حوار بين الفاتيكان ممثلاً بالمجلس البابوي لدعم الوحدة المسيحية، وبين الاتحاد اللوثري العالمي ممثلاً في دائرة العمل المسكوني، حول لقاء تاريخي في صلاة مشتركة يدعو إليها قداسة البابا فرانسيس ورئيس الاتحاد اللوثري العالمي الذي هو خادمكم وأمينه العام. واتفقنا على إقامة صلاة مشتركة في ذكرى 500 عام للإصلاح نستضيفها معاً، وهو لقاء تاريخي وصلاة مشتركة لأول مرة بعد 500 عام. وبالفعل وقعنا قداسة البابا فرانسيس الأول وخادمكم رئيس الاتحاد اللوثري العالمي على بيان مشترك أعلن فيه عن مصالحة تاريخية بين هاتين الكنيستين الشقيقتين الكاثوليكية واللوثرية. وأعلننا في هذا البيان المشترك أننا لسنا بعد غرباء عن بعضنا بعض بفضل الحوار والشهود المشتركين، لا بل قد أدركنا أن ما يجمعنا هو أعظم مما يقسمنا. إننا نعترف معاً ونأسف أمام المسيح أننا لوثريون وكاثوليك قد جرحنا الوحدة المنظورة للكنيسة، ويتطلب منا إيمان المشترك بيسوع المسيح ومعموديتنا توبة يومية تحرر فيها الخلافات التاريخية والصراعات التي تعيق خدمة المصالحة. والتزمنا في نمو شركتنا المتجددة في معموديتنا. ويتساءل بعضهم: فما الهدف من هذه المصالحة التاريخية؟ فنعلن معاً قداسة البابا وأعلن معه إننا نطلب من الله أن يستطيع الكاثوليك واللوثريون أن يشهدوا معاً للإنجيل بيسوع المسيح، فيدعو البشرية لسماع بشارة عمل الله الخلاصي وقبولها. لذلك فقد دعونا معاً جميع الرعايا والجماعات اللوثرية والكاثوليكية إلى أن يكونوا شجعان ومبدعين وفرحين ومملوئين بالرجاء في التزامهم بمتابعة هذه المسيرة الكبرى التي هي أمامنا. وبدل الصراعات الماضية يجب على عطية الوحدة التي يهبنا إياها الله أن تقود إلى التعاون وتجعل تضامناً أعمق بين الكنيستين. وبفضل التقرب بالإيمان من المسيح والصلاة المشتركة والإصغاء بعضنا لبعض
وعيش محبة المسيح في علاقاتنا. إننا ككاثوليك ولوثريين ننفتح على بعضنا البعض، على قوة الله الواحد والثالوث الأقدس فينا، متجذرين في المسيح وشاهدين له. إننا نجدد تصميمنا على أن نكون رسلاً أمناء لمحبة الله غير المحدودة للبشرية جمعاء. ولذلك أود أن أقول أربعة أمور. أولاً، إن الروح القدس هو من قاد كنيستينا بواسطة قداسة البابا فرانسيس وبواسطتي، وقاد الروح القدس الفاتيكان والاتحاد اللوثري لنخطو خطوة جريئة من أجل الوحدة المسيحية. لسنا نحن بل الروح القدس، لذلك لنشكر الروح القدس لأنه لا يزال يعمل في كنيسته في هذا اليوم. ثانياً، إننا نطلب من الإخوة المسيحيين في الكنائس الأخرى أن يتخذوا عين هذه المصارحة التاريخية دعوة لهم، ليس منافسة، دعوة لهم لنكون معاً شهداء في حقل الرب في هذا العالم. ثالثاً، إن هذه المصالحة التاريخية ما هو إلا تحد سافر لكل أنواع الطائفية العمياء والتعصب الديني الإقصائي، ويرسل رسالة واضحة إلى المتطرفين والطائفيين والمتعصبين أن لا التعصب ولا الطائفية ولا الإقصائية ولا التكفيرية ولا ضيق الأفق ما يقودنا إلى خدمة الإنسانية واللا، إنما رؤية وجه المسيح في الآخر الذي يختلف عنا ديناً ونهجاً وإيديولوجية وعقيدة. لذلك إنها دعوة هذه المصالحة التاريخية لقبول التنوع في وحدة مصالحة. ورابعاً، اتفقنا والمدبر الرسولي سيادة رئيس الأساقفة بيتسابيلا بأن نقيم عين الصلاة التي قمنا فيها في لند، في عمان، وفي مهد المسيح في بيت لحم. لذلك في 12 من شهر شباط الساعة 7 ستقوم الكنيستان اللوثرية والكاثوليكية بصلاة مشتركة في كنيسة الراعي الصالح في أم السماق الساعة 7 مساء. وفي 18 من شهر شباط سنقوم بصلاة مشتركة أيضاً في كنيسة سانت كاترينا في بيت لحم. أليس الروح القدس يعمل فينا؟ لنشكر هذا الروح القدس الذي يقودنا حتى في الأردن وفي فلسطين إلى هذا اليوم. وبما أننا نصلي معاً في هذا الأسبوع، أختم كلمتي لأصف ماهية الكنيسة المسيحية المثالية اليوم. إن الكنيسة المسيحية المثالية اليوم هي التي تتوفر فيها العناصر التالية: أن يكون فيها نظام الكنيسة الكاثوليكية وروح الطاعة بين أعضائها، ثبات الكنيسة الأرثوذكسية ومحافظتها على إيمانها، بطولة الكنيسة الأرمنية وشهادتها وغيرتها وحيوتها، شهادة الكنيسة القبطية واستشهادها من أجل المسيح، شهادة الكنيسة المارونية وبحثها عن كل عضو من أعضائها في أنحاء العالم، حرارة إيمان الكنيسة اللوثرية وتوازنها وتقواها، تمسك الكنيسة السريانية بإيماء الآباء والأجداد، تنظيم الكنيسة الأسقفية ووقار عبادتها، وروح التبشير في الكنائس الإنجيلية. بهذه الوسيلة نحقق صلاة رئيس الكنيسة الأوحد التي نطق بها قبيل صلبه: ليكون الجميع واحداً كما أنك أرسلتني أيها الآب في وأنا فيك، ليكون هم أيضاً واحداً فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني.
وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين. الإخوة والأخوات، تعبيراً وتقديراً للجهود الخيرة التي قام بها سيادة المطران منيب يونان في تحقيق هذه الخطوة، خطوة المصالحة التاريخية، تقدم الأخت مديرة نور سات الفضائية، تقدم هدية عربونة محبة وتقدير لسيادة المطران على دوره المتميز. قبل أن نأخذ البركة من أصحاب الغبطة والسيادة، لابد من محطة، من وقفة مع نور سات. نور سات التي تنظم للسنة الثالثة على التوالي مثل هذه الاحتفالية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التي صرنا نشهدها. نحن نلمس أن نور سات هي نور للكنيسة، ونور سات الأردن تتميز أيها الأحبة لأنها أدركت أن الإعلام المسيحي هو رسالة. الإعلام المسيحي هو مهمة. الإعلام المسيحي هو بشرى تحملها التكنولوجيا الحديثة التي صار كثيرون يمتطونها ويسيئون. أما في نور سات فنجد أن الله يقودنا معها، وهي تسجل شهادة مسيحية في وطننا. نحمل البشرى ونحمل الرسالة وندرك هذه المهمة، ونتواصل مسيحيين ومسيحيين مع إخوة لنا في الوطن. كلمة تقدمها الجهة المنظمة نور سات، ممثلة بمديرتها النشطة الدكتورة الباسمة السمعان. تفضلي. بوعدكم ماذا؟ اسمحوا لي في اختتام أمسية روحية لأسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، صاحب الغبطة وأصحاب السيادة جزيلي الوقار،
القدس، الآباء، الكهنة، الأجلاء، الإخوة الرهبان والشمامسة الأفاضل، والأخوات الراهبات الفضليات، الحضور الكريم، وأبناء المسيح والكنيسة الواحدة، باسم كنيسة مار شربل المارونية ومكتب فضائية نورسات في الأردن، أتقدم بالشكر لرئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين على الرعاية الكريمة. والشكر الموصول لكم أيضاً لتلبيتكم الدعوة للصلاة من أجل وحدة المسيحيين والتي حملت هذا العنوان هذا العام، لأن محبة المسيح تحثنا. للسنة السادسة على التوالي أخذت نورسات على عاتقها منذ تأسيسها رسالة مسكونية للكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة، وحرصت على أن تكون رسالة مسيحية وطنية عربية وعالمية للسلام والمحبة والطلاق والوئام. لذا نقف اليوم مجدداً أمام اعترافنا بقانون الإيمان بأننا نؤمن بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. إن هذه الكلمات إنما تظهر لنا ميزات الكنيسة التي أرادها يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا. أحبائي، يدعونا الموقف العقلاني أن نتفاءل في أمور كثيرة رغم السواد الأعظم الذي يسود العالم، ودون أن يغيب هذا التفاؤل المصاعب الموضوعية والنفسية التي ما زالت قائمة في وجه الوحدة، وحدتنا المسيحية في هذا العالم المنشق على نفسه. ولربما يكون جدار الانشقاق والعزلة الذي استعرضنا تواً كل حجر بناه وكان سبباً في وجوده، سبباً من أسباب نضالنا وإصرارنا إلى اليوم لنيل الوحدة التي يرجوها الراعي الصالح ونتوق قطيع لنعيشها. لا ينكر أحد المساعي والجهود التي تبذلها الكنائس في مسيرة وحدتها، إلا أنه لا بد من القول إنها لن تنصهر بعضها في البعض الآخر أو تتمأسس جميعها في مؤسسة واحدة بشكل هرمي وإدارة مركزية، بل ستحافظ كل منها على تراثها وتقاليدها وروحانيتها في شركة الإيمان الواحد، وهذا ما يمكن تسميته الوحدة في التعددية. أحبائي، في هذا الزمن، زمن الحرب والانشقاق، الجهل والتعصب، القتل والتطرف، من الحكمة أن نبحث عن وحدة في احترامنا لبعضنا بعضاً، في قربنا وحبنا، في صف واحد وقلب واحد. المطلوب أن نقبل بعضنا وأن نتوحد بالحب والالتقاء والتحاور، وأن تحقق لنا هذا الأمر. وإن تحقق لنا هذا الأمر في يوم من الأيام، نقول الشكر لله أننا عبرنا خطوة في مسيرة وحدتنا الأرضية، وهدمنا جداراً في أساسات سلوكياتنا المنغلقة، لكننا لا نكون محققين لوحدة الكنيسة التي أسسها يسوع، لأنها ببساطة هي واحدة منذ تأسست. وإن أردنا اختصار الجهد والوقت، علينا أن نتجه جميعاً إلى رأس الكنيسة
ربنا يسوع المسيح بالتوبة والثقة، ونتحد بشخصه القدوس وهو القائل: من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً. فنولد من جديد ونصبح خليقة جديدة تعيش ضمن الكنيسة الواحدة، عندها يتحقق فينا دعاء يسوع ليكونوا بأجمعهم واحداً. أحبائي، في ختام كلمتي في هذه المناسبة أشكر الله أولاً على محبته وعطاياه، والشكر أيضاً لجميع الذين لبوا نداء الدعوة للصلاة من أجل وحدة المسيحيين في العالم أجمع. وأشكر صاحب الغبطة والسيادة والأباء الكهنة على منحنا بركة مسكونية مشتركة، وأتقدم بالشكر الوافر مرة أخرى لمجلس رؤساء الكنائس في الأردن على رعايته الكريمة لهذه الاحتفالية. فنورسات ستبقى بعون الله نوراً للعالم ودليلاً على درب الوحدة المسيحية الكاملة. وأخص بالشكر أيضاً جميع الأجهزة الأمنية التي تعمل دوماً على أمني وخدمة هذا الوطن الغالي. وأشكر الجوقات التي أحيت الاحتفال بترانيمها الشجية، وجميع الفرق الكشفية التي ساهمت في تنظيم هذه الساعة المباركة. وكذلك أشكر مجلس الرعية والأخوية في كنيسة مار شربل للموارنة على دعمهم لنا اليوم. والشكر أيضاً لإذاعة صوت الكنيسة التي قامت على بث هذه الاحتفالية على الهواء مباشرة، وأيضاً أعضاء المسرح الكاثوليكي على تنفيذهم لفكرة الجدار. ولا أنسى أفراد طاقم العمل في مكتب نورسات الأردن الذي يعمل دوماً بصمت في خدمة كنيسة الرب الجامعة الرسولية المقدسة. أيها الأحبة، لا بد أن نتفائل ونردد أنه مهما اشتدت المصاعب في مسيرة الوحدة، فالروح المعزي والذي يشد من أزرنا يأتي دائماً لنجدتنا إذا منصعنا لإيحاءاته، لأن محبة المسيح تحثنا على ذلك. وفقنا الله جميعاً لخدمة كلمة الله وكنيسته المقدسة. آمين. في الختام أدعو صاحب الغبطة والسادة الأساقف الأجلاء. لمنح البركة الختامية. تفضل. آمين. آمين. وجه إليكم خطواتكم وهداكم سبيل السلام والمحبة. آمين. بارككم الله قادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. ذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. إيس بولا.